يا دكتور إحسان، بمعنى أنت تريد تقول أنه التوافقية هي أم الخبزة والتوافقية هي حصانة للفاسدين كما أنت تذكر علنا، والإصرار على أن تكون التوافقية هي منهج الحكم في المرحلة المقبلة، بمعنى الولد شادين حيلهم يأخذون ما تبقى أو ما سيأتي. والله الصراع يعني الآن أستاذ نجم، وحتى ما قبل يعني الآن يعني قبل أسابيع أشهر يعني منذ الانتخابات، هو صراع حول المغانم. يعني هناك من ينظر إلى الدولة يعني بكل مؤسساتها على أنها جزء من احتكارات سياسية، وبالتالي ينظرون إلى يعني حين يحصلون من خلال التوافقية على مؤسسة من مؤسسات الدولة أيا كان عنوانها، يعني وزارة، هيئة، غيرها من مؤسسات الدولة، فبالتالي هو استمرار لعملية التمويل، تمويل نعم. أحزابهم، تمويل زعاماتهم، نعم. تمويل الدول والجهات الخارجية التي تدعمهم. ولذلك أنا أتفق معك، هذه المساحة من السلطة التنفيذية أو النفوذ هو يمثل يعني الشريان المالي لهذه القوى، وبالتالي تجدهم يندفعون نحو التوافقية لغرض استمرار عمليات التمويل. ومثل ما أشرت يعني باللغة العامية هي وزارات الخبزة أو توافقية التي تدفع باتجاه أن الجميع يعني يحصل على نعم. الخبز يعني من هذه الحالة. إن شاء الله بالعافية.